أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، هذه نشرة مفصلة لآخر وأهم الأنباء من الميادين وإليكم ما فيها. رئيس الأركان الإسرائيلي لموقع إيلاف السعودي: الرياض لم تكن يوما عدوة لنا، لم تقاتلنا ولم نقاتلها، ولدينا مصالح مشتركة ضد إيران. عون يؤكد أن الحريري يصل السبت إلى باريس قبل عودته إلى بيروت لبت الاستقالة، وباسيل يحذر من تداعيات أي اعتداء على لبنان. الملتقى الوطني: الأمم المتحدة تحضر لملتقى وطني ليبي في شباط فبراير المقبل يضم جميع القوى الليبية. الجزائر تقرر إطلاق قمر صناعي مختص بمكافحة التجسس وترميز الاتصالات. أهلا بكم. نشر موقع إيلاف السعودي مقابلة حصرية هي الأولى لرئيس الأركان الإسرائيلي غادي آيزنكوت مع وسيلة إعلامية عربية، وشدد فيها آيزنكوت على أن السعودية وإسرائيل لديهما مصالح مشتركة ضد التعامل مع إيران، وقال هناك توافق تام مع السعودية التي لم تكن يوما من الأيام عدوة لنا، كما لم تقاتلنا ولم نقاتلها، وخصوصا فيما يتعلق بإيران وضرورة مواجهتها في المنطقة. وأكد استعداد إسرائيل لتبادل المعلومات الاستخبارية مع السعودية لمواجهة إيران. وفي مقابلته مع الموقع السعودي وصف آيزنكوت الوضع في لبنان بالمعقد، قائلا أن استقالة الحريري من الرياض كانت مفاجئة، وأعلن اللانية بمهاجمة حزب الله في لبنان، لكن إسرائيل لن تقبل بأي تهديد استراتيجي لها. وفيما يتعلق بالوضع السوري، أكد أن إسرائيل لن تقبل بالتموضع الإيراني في سوريا بشكل عام، وبالأخص غرب طريق دمشق السويداء. أعرب مسؤول أردني مقرب من البلاط الملكي عن قلق بلاده من تجاوز الرياض عمان في اندفاعها نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتقديم تنازلات فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، معتبرا أن ذلك يعرض استقرار الأردن للخطر. المسؤول الأردني وفي حديث لموقع ميدل إيست آي اتهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بمعاملة الأردن بازدراء، قائلا إنه يتعامل مع الأردنيين والسلطة الفلسطينية كما لو أنهم الخدم وهو السيد، مضيفا أن الرياض لا تستشير عمان بما تقوم به. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن رئيس الحكومة سعد الحريري سيصل السبت إلى باريس مع عائلته، حيث يمضي أياما معدودات قبل العودة إلى بيروت لبت مسألة الاستقالة. مصادر الميادين في فرنسا أفادت بأن الحريري سيمكث هناك يومين أو ثلاثة ويصل إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل. أحمد عبد الله والتفاصيل. هدأت أجواء قصر بعبدة وتراجعت حدة التصعيد. ارتياح طبع تصريحات الرئيس ميشيل عون بعد قبول رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري دعوة فرنسا للانتقال إلى باريس مع أفراد عائلته، تطور يأمل عون أن يمثل مدخلا لحل الأزمة. قبل الدعوة الرئيس حريري طبعا على أثرة بدي روح على فرنسا، إن شاء الله الدعوة تتم بخير ونكون انهينا الأزمة الحالية. عون أكد أنه سينتظر مجيء الرئيس الحريري إلى بيروت للبحث معه في مسألة الاستقالة التي لم تقبل حتى الآن، وشدد على أن للبنان كرامته وسيادته واستقلاله وهي معايير فوق كل اعتبار. فأصلا نحن عندنا كرامة وعندنا سيادتنا وعندنا استقلالنا، ما بنقبل نمس فيهم. إذا في ناس عندهم مصالح هونيك بخافوا على مصالحهم، نحن بنخاف على كرامتنا وعلى استقلالنا وعلى سيادتنا فوق كل مصلحة. ورغم الأجواء الإيجابية، جدد عون التأكيد بأن الأسلوب الذي استخدم مع الحريري غير مقبول، وما جرى له لم يحترم القواعد الدولية. عين بعبدة على فرنسا وهي الوجهة المقبلة للحريري، وبالانتظار ترقب يسود الحركة السياسية التي لم تتوقف انعكس هدوءا وتريثا في المواقف. إلى السعودية حمل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الدعوة الفرنسية. الأزمة اللبنانية كانت محور محادثاته مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أما لقاؤه بالحريري فقد تم خلاله الاتفاق على زيارة العاصمة الفرنسية قريبا من دون تحديد موعد دقيق لذلك.
وبموازاة الحراك الفرنسي، واصل وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل جولته الخارجية، وأكد من ألمانيا أن أي اعتداء سياسي خارجي على لبنان سيعطي نتائج عكسية تضر بالمنطقة. نحن نرفض أي دولة، أي دولة أن تتعاطى بشؤوننا الداخلية، ويجب أن نعتاد كلبنانيين وأن يعتاد علينا المجتمع الدولي بأننا دولة حرة سيدة مستقلة تأخذ قراراتها بذاتها لمصلحة شعبها. أسبوعان تقريبا مضيا على استقالة الحريري، والرهان على أن تحمل الأيام القليلة المقبلة نهاية للأزمة. أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن المملكة تتشاور مع حلفائها حول الآليات التي سيتم اتخاذها أو استخدامها ضد حزب الله، لافتا إلى أن السعودية عبر خطواتها تؤكد لإيران أن الكيل طفح. كذلك قال الجبير إن سلاح حزب الله غير شرعي ويجب نزعه لأنه يتسبب بمشاكل في لبنان والمنطقة، وفق تعبير الجبير. إذا استطاعت لبنان أن تحجم دور حزب الله فلبنان يكون بخير، لكن إذا حزب الله استمر على هذه السياسة وهذا النهج فهذا يجعل لبنان أن يستمر بعدم الاستقرار ويجعل الوضع خطر في لبنان. هناك إجماع في العالم أن حزب الله يجب أن يكون يتم التعامل معه بوسيلة أو أخرى، وهناك إجماع في العالم وشبه إجماع في العالم بأن حزب الله منظمة إرهابية من الطراز الأول، وأنه يجب عليها أن تحترم القوانين، ويجب عليها أن تحترم سيادة لبنان، ويجب عليها أن تحترم اتفاقية الطائف، ويجب عليها أن تنزع السلاح. لا يجوز لميليشيا أن تمتلك سلاح وهي خارج عن سلطة الدولة. الجبير قال إن رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري موجود في السعودية بإرادته وهو حر الحركة، ويمكنه أن يعود إلى لبنان وقت يشاء. الرئيس الحريري عايش في المملكة العربية السعودية بإرادته، وهو قدم استقالته، وفيما يتعلق بعودته للبنان هذا أمر يعود له ويعود لتقييمه للأوضاع الأمنية، وهو اللي يتخذ هذه القرارات. تفقد قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني محاور المقاومة في مدينة البوكمالة، وأكدت حركة النجباء إحدى فصائل المقاومة العراقية أن اللواء سليماني اطلع خلال زيارته المفاجئة على أحدث التطورات الميدانية والمخططات المستقبلية للمقاومة فيما يخص التحرير الكامل لهذه المنطقة الحدودية مع العراق. تكتسب معركة البوكمال أهمية استراتيجية وعسكرية كونها آخر معارك الجيش وحلفائه ضد داعش في الشرق السوري، كما أن السيطرة على المدينة تفشل المخططات الأمريكية الرامية إلى إبعاد الدولة السورية عن المعابر الحدودية الرسمية مع العراق. رضا الباشا والتفاصيل. معركة البوكمال آخر المعارك مع داعش في سوريا والعراق وأم المعارك في مواجهة أمريكا في الشرق السوري. صورة تختصر المشهد قرب الحدود، معركة محور المقاومة مجتمعا للقضاء على داعش في آخر معاقله. الدعم الأمريكي لداعش تجلى بالتشويش على اتصالات ومسار الطائرات الحربية للجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة للحد من تقدم القوات السورية وحلفائها. دخول واشنطن على خط المعارك تجلى أيضا بفتح الطرقات أمام انسحاب جرح داعش إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرقية نهر الفرات. قصف القاذفات الاستراتيجية الروسية لمقار مسلحي البغدادي في البوكمال يستكمل بإغلاق طرق الوصول إليها أمام مسلحي التنظيم. من الشرق تقدم الجيش السوري وحلفاؤه انطلاقا من المسعودية فسيطر على قرية سويح ليدخل الجهة الشرقية بعد فشل داعش في عرقلة تقدم القوات. جنوبا شكلت المحطة الثانية نقطة انطلاق للجيش واللجان الشعبية. تمهيد ناري وقصف مدفعي عنيف أمنا غطاء مكن القوات من الوصول إلى مشارف الأحياء الجنوبية للمدينة، ومن حوض الفرات غربا على امتداد الطريق الدولية بات الجيش وحلفاؤه من المقاومة يسيطرون على أجزاء كبيرة من قرية السكرية المتداخلة عمرانيا مع البوكمال. السيطرة على الجهات الثلاث تركت لداعش المعبر النهري كطريق تواصل وحيد يوصله إلى شرقي الفرات ومناطق سيطرة قسد المدعومة أمريكيا. أهمية المدينة الحدودية تبرر قسوة المعارك فيها،
بخسارتها يكون داعش قد فقد آخر معقل له في سوريا والعراق، كما يكون الجيش وحلفاؤه من محور المقاومة قد أفشلوا المخطط الأمريكي الرامي إلى إبعاد الدولة السورية عن المعابر الحدودية الرسمية. إقليميا تحقق المدينة هدفا يتيح إعادة تواصل أركان محور المقاومة، وتشكل أيضا عقدة برية للوصول من دمشق إلى طهران وموسكو. قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامي إنه يجري التحضير لملتقى وطني ليبي في شباط فبراير المقبل، وشدد في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي على وجوب مشاركة جميع الأطراف الليبية من أجل الخروج بميثاق وطني. بعثة دعم ليبيا ماضية في الاستعدادات لعقد الملتقى الوطني الليبي في شباط فبراير عام 2018. إننا ندرس إمكانية عقده داخل ليبيا ونرحب بالمساعدات الليبية المطروحة التي قدمت لنا. سلام شدد على ضرورة بقاء الاتفاق السياسي الليبي متماسكا إلى أن تنتهي الفترة الانتقالية، ولفت إلى أن ليبيا تواجه خططا متناحرة تؤثر سلبا فيها وفي دول الجوار. لضمان الاستعدادات تعمل هيئة الانتخابات الوطنية العليا على وضع قيد انتخابي محدث قبل نهاية العام، وهي الخطوة الأولى من نوعها منذ العام 2014، والمجتمع الدولي مستعد لدعم العملية. ومن القاهرة ينضم إلينا مدير المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير إبراهيم بلقاسم. أستاذ إبراهيم أهلا بك. تطرق المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في إحاطته أمام مجلس الأمن إلى عدة نقاط، من بينها قوله إن اتفاق السلام يبقى قائما سواء عدل أو لم يعدل. ماذا يعني هذا الحديث علما أن هذا الاتفاق اتفاق الصخيرات يعني لم يلقى ترحيب كل الأطراف في ليبيا؟ يعني أنه الأزمة الليبية ستستمر إلى أن يتفق الليبيون على الخطة أو على المبادرة الأممية وعلى اتفاق أممي واتفاق دولي حول ليبيا. اتفاق الصخيرات المفترض أن ينتهي بعد أقل من شهر من الآن أو في غضون شهر من الآن. 17 ديسمبر هو نهاية الاتفاق السياسي سواء مرر عبر البرلمان والسلطة التشريعية أو لم يمرر. ما يحدث اليوم أو ما حدث اليوم والإحاطة التي قدمها غسان سلامة إلى مجلس الأمن كانت فيها يعني استغربنا ما يقوم به غسان سلامة. الآن عندما يتحدث عن استمرار اتفاق الصخيرات إلى أجل غير مسمى، وأنه المؤتمر الجامع الذي طرحه في خارطة يوم 20 سبتمبر أمام مجلس الأمن وأمام الأمم المتحدة، أنه المؤتمر الجامع الذي أعلن عنه سيكون في فبراير القادم، أي أننا سنستمر في هذه الأزمة إلى أجل غير مسمى. الحقيقة أن هذه الأزمة كانت ليست ألا يهدف هذا الملتقى الوطني الذي سيعقد في 18 من فبراير إلى حل الأزمة أو إلى يعني تدوير الزوايا؟ لن يحلحل الكثير من الأزمة، لأن مشكلة الليبيين اليوم ليس مشكلة داخلية بقدر ما أنها مشكلة أطراف سياسية تمثل أطراف دولية نيابة عن أطراف دولية. الأزمة الليبية ليست أزمة الليبيين في الداخل، إنما أزمة مجموعة من الأشخاص متواجدين في هرم السلطة، في أجسام سياسية في هرم السلطة، هؤلاء تبعيتهم فعليا إلى الخارج. الآن يتمترسون بميليشيات مسلحة وبالسلاح داخل ليبيا، ولكن التبعية الحقيقية لهؤلاء في الخارج. وما حدث اليوم في 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 إحاطة سلامة أنه وجه رسالة ليس للليبيين، إنما رسالة حول ليبيا لتلك القوة وللمجتمع الدولي يتحدث فيها أنه عليه أن يتوافق في 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 مسألة وجود رؤية وتوافق دولي لخروج ليبيا من الأزمة الموجودة فيها. نعم. أزمة الليبيين ليست أزمة ليبيا في بالمطلق، إنما أزمة القوى بطبيعة الدولية الحال. نعم. المبعوث سلامة تحدث عن التدخل الخارجي في أكثر من مناسبة وفي صحيح. أكثر من إحاطة أمام المجالس الأممية. يعني واليوم تأتي هذه الإحاطة عقب لقاء حدث ثلاثي في مصر بين الدول المجاورة لليبيا،
إلى أي مدى هذه اللقاءات تساهم في حلحلة الأمور في ليبيا أو أنها تؤزمها برأيك؟ لقاء القاهرة الذي جمع دول جوار ليبيا الجزائر ومصر وتونس خرج بمجموعة من النقاط التي تؤكد على ثوابت وطنية وعلى دفع الليبيين للخروج من الأزمة السياسية بشكل سلمي، وأنه لا بديل عن الخروج من المخرج السلمي والتوافق بعد مفاوضات سياسية وتنتهي بتسوية، وأنه لا مجال لاستخدام السلاح ولا للتصعيد، ولا أن يكون نهاية أو معالجة الأزمة الليبية بقوة السلاح. هذا ما أعلنه إعلان القاهرة لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر. هذه الخطوة المفترض أنها تدفع غسان سلامة في المضي قدما في خارطة الطريق التي أعلن عنها، لكن ما يحدث اليوم أو ما شاهدناه اليوم في هذه الإحاطة على الأقل في ونحن ما زلنا يعني نتابع في مع الخبراء والمختصين ما يتعلق بما فحص أو ما ستحمله الأيام القادمة من توضيح أكثر لهذه الإحاطة وما هي الخطة التي سيقوم بها غسان سلامة، ولكن حتى الآن نرى أن هناك التفاف حقيقي على مطالب الليبيين في أن تنتهي هذه الأزمة. الحقيقة أن المخرج الوحيد لإنهاء الأزمة الصراع الموجود في ليبيا اليوم هو وجود الانتخابات العامة، وهذا ما نتفق عليه جميعا، ولكن ما الذي يعرقل إجراء هذه الانتخابات المرتقبة والمنتظرة في ليبيا؟ قوة السلاح الموجود لدى الميليشيات، تدخل قوى إقليمية وأطراف إقليمية. ماذا تعني في القوى الإقليمية والأطراف الإقليمية أستاذ إبراهيم؟ الصراع في ليبيا يبدو أنه بشكل أو بآخر هو صراع بين دول بعينها باستخدام أطرافها الموجودة داخل ليبيا. أتحدث هنا عن إيطاليا وأتحدث عن فرنسا والصراع فيما بينهم على النفوذ ووجود أو هيمنة كل منهم على الوضع في ليبيا، وهذا يبدو واضحا في دعم كلا الطرفين لأطراف سياسية ومحاولة أن تدفع هذه الأطراف للطغيان على مؤسسات الدولة وعلى أجسام سياسية أخرى. لهذا الصراع مازال مستمر. يبدو أن المشكلة الليبية بدأت فعليا من داخل كونفدرالية الاتحاد الأوروبي وستنتهي هناك، ولكن قبل أن يتم تسويف الأزمة القضية الليبية وتفريغها من أي محتوى وأن نصل إلى طريق مسدود، علينا على الأقل في هذه المرحلة أن ندفع بما جاء به غسان سلامة في البداية ومقترحه وخارطة الطريق التي أعلنت أن نهاية هذا الصراع بالانتخابات العامة. ما يحدث اليوم هو قفز على هذه الفكرة والقفز على هذه المحطة والاستمرار في هذا الصراع ومد عمر هذا الصراع ومد عمر الأزمة إلى أجل غير مسمى، وهذا ما نخشى بالمؤتمر الوطني الجامع أو بإعلانها عن اتفاق سياسي عمره لا ينتهي إلا بالاتفاق بين كل الأطراف السياسية الليبية. نعم إبراهيم، جعلت من نعم أستاذ تفضل. نعم، جعلت من كل هذه الأزمة عبارة عن صراع نخبوي. الأزمة الليبية بسيطة جدا، الأزمة الليبية في هؤلاء المجموعة الموجودة الآن على هرم السلطة التي أصيبت فعليا بمرحلة خطيرة جدا من الفساد السياسي للسلطة أو من هم موجودين في السلطة على هرم السلطة، ولا بديل إلا أن يتم التغيير عبر صندوق الانتخاب وبوجود الانتخابات العامة التي ما زال هناك من يحاول عرقلتها بشكل أو بآخر، ولكن أعتقد أن القاعدة الشعبية الليبية وبالأزمة التي يعيشها الليبيين اليوم بسبب هذا الصراع، أعتقد أنه أصبح الوضع يحتاج فعلا إلى المضي في هذه الخطوة الوصول إلى الانتخابات العامة لتنتهي كل هذه الأزمة بإذن الله. نعم أستاذ إبراهيم بالقاسم مدير المركز الليبي للإعلام وحرية التعبير، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. قررت الجزائر إطلاق أول قمر صناعي مختص بمكافحة التجسس وبترميز الاتصالات. القمر الصناعي السات كوم 1 سيطلق من منصة في الصين بأيدي خبراء جزائريين تلقوا تدريبا مكثفا في هذا المجال. تقرير أسامة عبد النور.
أول قمر صناعي مختص بالخدمات العسكرية والاستراتيجية مهمته الأولى مكافحة التجسس وتشفير الاتصالات الداخلية تستعد الجزائر لإطلاقه قريبا من منصة صينية وبخبرة جزائرية تلقت تدريبا مكثفا في هذا المجال. الخطوة تأتي تتويجا لسياسة العصرنة التي انتهجتها القيادة العسكرية لتطوير منظومتها الدفاعية وتكييفها مع الحرب الإلكترونية المستعرة. الجزائر كذلك مع توجد قوات الاليات المينوسما واليات البرخان واليات الجي 5 مجموعه الخمسه، كل هذه القوات والقوات توجد قوات القبعات الخضر الامريكيه في النيجر وطائرات بدون طيار في النيجر، قاعده طيران بدون طيار في النيجر، كل هذا راح يدفع القوات الارهابيه الى شمال لتهديد امن الجزائر. وكذلك توجد داعش في الصحراء الليبيه الذي سيدفع به من قوى من قبل قوى خارجيه لتهديد امن الجزائر. لذلك الجزائر بهذا الصدد ستقطع الطريق أمام تمدد هذه الجماعات وتهديد أمنها ومعالجتها بالوسائل المتاحة لدينا. انطلقت الجزائر في أول مشروع لتطوير التكنولوجيا الفضائية مطلع سبعينيات القرن الماضي بالشراكة مع بريطانيا، وأطلقت ثلاثة أقمار صناعية للمسح الأرضي ومكافحة التصحر. وبعدما سمي بالربيع العربي واستفحال الحرب الإلكترونية والاختراقات، لجأت الجزائر إلى استراتيجية تحديد الأهداف وردع التهديد الخارجي في موطنه. مش التجسس فقط، إنما الأخطار المحدقة بالجزائر هي من جراء الإرهاب الدولي، الإرهاب الدولي الذي أصبح ينتشر انتشارا واسعا ورهيبا، لا نعرف مصادره، لا نعرف مموليه، لا نعرف أطرافه، لا نعرف المجتمع الدولي أو أعضاء المجتمع الدولي الذين يساهمون فيه أو قد يساعدون فيه. ليست لدينا مشكلة في الإطارات، يعني العقول الجزائرية موجودة والحمد لله، فقط يجب علينا أن نشجعها بمعنى أن نوفر لها الإمكانيات لكي تعمل يعني وتحقق لنا كل ما نريده في مختلف المجالات. قاعدتان أرضيتان للتحكم وأخرى لاستقبال وتجميع المعلومات تم إنشاؤهما في الأراضي الجزائرية لتمتين جدار الحماية لبلد تمتد حدوده ومساحته في قلب بؤر التوتر في الجنوب. ألكم سات واحد أول قمر صناعي في إفريقيا ستطلقه الجزائر لمكافحة التجسس ولمجابهة القوى المعادية لاستراتيجيتها الأمنية المحاربة للإرهاب والتجسس والجريمة المنظمة والتهريب عبر الحدود. أسامة عبد النور، العاصمة الجزائرية، الميادين. ومن الجزائر ينضم إلينا الباحث وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر الدكتور مصباح مناس. أهلا بك دكتور مناس، إلى أي مدى سيساهم إطلاق هذا الصاروخ في تعزيز أمن البلاد في الجزائر؟ أكيد أن هذا الصاروخ أو القمر الاصطناعي الجديد هو سيشكل إضافة لقدرات المؤسسة العسكرية التي هي منذ سنوات وهي تعمل على تحديث قدرات الجيش الجزائري تواكبا مع التطور الرهيب في التكنولوجيات العسكرية. وفي اعتقادي أن هذا سينقل الجزائر نقلة نوعية زائد ما أسسته المؤسسة العسكرية الجزائرية على الأرض، وهو أيضا يعتبر نقلة نوعية في كل الأبعاد. ويضاف لها هذا البعد الجديد وهو قمر اصطناعي طبعا لمحاربة التجسس، لأن الجزائر كما جاء في التقرير هي دولة يعني لديها أكثر من 6000 كيلومتر حدود برية، هي الأكبر مساحة في العالم العربي وفي إفريقيا، وهناك يعني تهديدات كبيرة في الجوار الجغرافي تهدد الجزائر، ولهذا السبب لابد من تطوير قدراتها العسكرية في كل أبعاد. نعم، تابعنا في تقرير الزميل أسامة عبد النور أن هذا الصاروخ قد يساهم في تعزيز الأمن على أكثر من ناحية، منها مكافحة الحروب الإلكترونية ومنها حماية الحدود. هل يمكن لك أن تشرح لنا أكثر عن هذه المواضيع؟ أكيد، بالنسبة عندما نتكلم عن الحرب الإلكترونية نحن نعرف أن هناك يعني يجب أن نؤكد أن في الجزائر في الإقليم يعني عندما نتكلم عن الأخطار أنا أيضا من الذين يرون أن حتى الخطر الإسرائيلي يعني مطروح بقوة. الجماعات المسلحة التي متواجدة مثلا في ليبيا أو في نقاط أخرى هي ليست لا تعمل في فراغ، هناك دعم مخابراتي من أطراف إقليمية ودولية،
وفي اعتقادي وأقرأ أن أنا أقرأ ما يحصل في المنطقة أنه يعني استهداف وتطويق استراتيجي للجزائر وأيضا لمصر، رغم أن مصر موقع اتفاقية سلام مع إسرائيل. هذا فيما يتعلق بالبعد طبعا الإلكتروني. التجسس ليس جديد، أن هناك شبكات تجسس على الجزائر يعني إقليمية ودولية. يعني قبل سنوات السلطات الجزائرية تضبط جاسوس يعني ما 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 كتب في الإعلام أنه يتبع الموساد ومتوجه إلى منطقة الساحل. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك أخطار في الإقليم وهناك توتر في العلاقات مع المغرب. ويجب أن أفتح قوس أن القمر الاصطناعي الجزائري لا يعتبر ردة فعل على ما قامت به المغرب قبل أيام. هذا واضح أن هذا القرار يعني اتخذ منذ فترة طويلة. هنا نشير إلى أن المغرب كانت قد أطلقت أيضا صاروخا مشابه للصاروخ الذي أطلقته الجزائر. لا علاقة. من حيث الأهداف يعني إلى حد أنت ما. جاء في التقرير أن أكيد ولكن التقنيين الجزائريين يعني حتى يتحكمون في هكذا تكنولوجيا متطورة، أنت تعرفين جيدا أن هذا يتطلب وقت وبالتالي وإعداد، وهذا لا يتم بين عشية وضحاها. معنى هذا أن الجزائر لا تحتاج ربما أن تكون يعني كردة فعل، هي لديها حساباتها ومتطلباتها الأمنية وتعمل وفقا للمتطلبات الأمنية والأخطار التي تحيط بالجزائر، ولا علاقة لها هذا بمنافسة الطرف المغربي أو أي طرف آخر. لدينا أمن ولدينا متطلبات لهذا الأمن، وفي اعتقادي أن ما قامت به الجزائر هو مجاراة لما يحصل في العالم وليس فقط في المنطقة، لأن الحرب الإلكترونية أصبحت أحد أهم الوسائل الفعالة للأمن القومي لأي دولة، زائد الأبعاد الأخرى التي تكلمنا عنها. نعم، إذن دكتور مصباح مناس أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر، شكرا جزيلا لك. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة التي كان فيها رئيس الأركان الإسرائيلي لموقع إيلاف السعودي: الرياض لم تكن يوما عدوة لنا، لم تقاتلنا ولم نقاتلها، ولدينا مصالح مشتركة ضد إيران. عون يؤكد أن الحريري يصل السبت إلى باريس قبل عودته إلى بيروت لبت الاستقالة. وباسيل يحذر من تداعيات أي اعتداء على لبنان. الملتقى الوطني: الأمم المتحدة تحضر لملتقى وطني ليبي في شباط فبراير المقبل يضم جميع القوى الليبية. الجزائر تقرر إطلاق قمر صناعي مختص لمكافحة التجسس وترميز الاتصالات. المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. هذه النشرة انتهت، شكرا لطيب المتابعة ودمتم بألف خير.